أما ما يتعلق بالمسح بالمسح على الجورب الشفاف، مجموعة من أهل العلم قالوا لا يجوز ذلك، وإنما يجب أن يكون يكون الجورب صفيقا، بمعنى متين ما يراء القدم من ورائه. وبناء على هذا فهذا حتى كذلك لو وجد من بعض أهل العلم من يقول بجواز ذلك، لكن الاحتياط هو أن يكون هناك عناية ورعاية بالخفين أو الجوربين والمس عليهما، وأن يكون ذلك على سبيل رفع المشقة والحرج. ورفع المشقة والحرج هو في الواقع على كل حال يعني أن الله سبحانه وتعالى أتاح لعباده من الطهارة المسح على الخفين في على سبيل التيسير، لكن لا يجوز أن نتجاوز في التيسير ما هو ما يؤثر على هذا التيسير. وأن يكون فوق الكعب يا شيخ الشراب الشراب لابد أن يكون على ما يجب غسله من القدم.